اهلا بيك يا كابتن ربيع. اهلا بيك يا استاذ هام، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا اهلا كابتن ربيع. مساء الخير يا كابتن هاني، منور. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن ربيع، ازيك يا كابتن ربيع؟ معانا كابتن اسامه وكابتن احمد ابو مسلم. كابتن اسامه كابتن مصر في كاس العالم. كابتن اسامه منور يا حبيبي. الله يخليك يا كابتن ربيع. منور يا كابتن ابو مسلم، منور يا كابتن. ربنا يخليك، ربنا يخليك. منورين الدنيا والاستوديو جميل وحاجه جميله، والف الف مبروك للنادي الاهلي القادم، افضل واحسن باذن الله. الف مبروك عليك يا كابتن ربيع. مبروك. عامل ايه؟ كله تمام بفضل الله. استعداداتنا ايه لدوره شمال افريقيا ان شاء الله؟ ايه اخر الاستعدادات؟ خلاص، واحنا طبعا انا حاليا في معسكر، عندي ماتش بكره ودي مع البنك الاهلي ان شاء الله. تقريبا ممكن يكون اخر مباراه. انا طلبت السفر كان المفروض 13 12، وبدايه التصفيات اول مباراه معانا مع منتخب ليبيا يوم 15 18 18 21 24 27 28 الرجوع. دول اربع ماتشات بتوعنا، ترتيب طبعا ليبيا تونس الجزائر. فدول البرنامج. انا خلاص عملت البرنامج واشتغلت والله بخلاص، ولحد دلوقتي بشتغل. وطلبت ان انا بس بدل ما فيش معسكر، كان عندنا ماتشين سعوديه ربنا ما اردش، طلبت ان انا اسافر يوم 6 اللي هو يوم الاحد. بس ده كان صعب جدا عشان الموافقات والدنيا، واتحاد الكوره كان مجبور واللجنه الاحترافيه. فيعني تقريبا ممكن نسافر الثلاث ثمانية، قلت هناك عشان المسحات وبال 72 ساعة ممكن الاقي في المطار 4 5 2 حسب العدد اتعطل. ايوه، فناخد الناس، وحتى لو في حاجة لا قدر الله ممكن يلحقوا بعد كده. فاحتمال بنسبة كبيرة ان شاء الله نسافر يوم الثلاث الجاي بمشيئة الله تعالى. وحضرتك يا كابتن ربيع برضو كنت طالب ان ممكن لو العدد شوية يزيد عن العدد المطلوب او تروح بعدد اكبر شويه، زي ما حضرتك قلت، نتيجه ان لو في حد كمان لا قدر الله كانت المسحه ايجابيه يبقى عندك اللعيبه تحت عينيك موجوده اوريدي. فهل الطلب ده يعني عدد البعثه ان شاء الله او عدد اللعيبه هيكون العدد اللي حضرتك طلبته؟ دي نقطه. والنقطه الثانيه ان شاء الله بكره كمان في مباراه وديه مع البنك الاهلي بيشترك فيها اتنين من اللعيبه المصريه بتلعب في اودينيز الايطالي، ده هتقف برضو على مستواهم وممكن يخش القائمه النهائيه. ومين كمان كنا حضرتك دايما بتتابع اللعيبه اللي بتلعب بره مصر بشكل كبير، هل في بعض اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الاوروبي او في بعض الانديه الاوروبيه موجوده في المعسكر وحضرتك هتقيمهم من خلال المباراه بتاعت بكره؟ والله يا كابتن هاني، انا من ساعه ما جمعت هذا المنتخب انا بلف في مصر وخارج مصر. صحيح. اكثر من حوالي 22 لعيب محترف من خارج من كل بلاد العالم. ده حقيقي. وانا المعسكر مفتوح. بص يا كابتن هاني، انا لحد النهارده اقسم بالله بجيب لعيب عشان اشوف النهارده اهو، مش على حساب الاساسيين والهيكل بتاعي بحياتك، اللي اقصده ان انا فاتح الباب. عشان كده ريتشارد وصلاح الدين انا ماجل جايبه عشان ظروفه، ما كان المفروض موجود 22 وقبل كده، بس ظروف الكورونا والمسحه والنظام الاحترازي هو اللي اخرهم لحد النهارده كابتن. صحيح. في نفس الوقت انا مش عاوز اظلمهم، فبص عاوز اديهم حقهم واعدل، ممكن وممكن اه ممكن لا. صحيح. على حساب الملعب وحساب الفنيات وعلى حساب العدل وحساب الايه المصلحه الفنيه اللي نقدر نخدم بيها منتخب مصر. صحيح. ادي كل القصه كابتن هاني. فانا بدي للجميع حقهم. كل تقريبا الفرقه دلوقتي بقت مكتمله بعد طبعا يعني ما خروج نادي الزمالك الجول الثلاثي والنادي الاهلي يا جماعه العرب تاخيرهم، وبس باستثناء حسام اشرف هو المصاب الوحيد اللي جاي مصاب. تقريبا احمد عيد اخر واحد النهارده جالي، وتقريبا ان شاء الله ستيفن اول مره من شهر من سنه يا كابتن هاني ابقى مكتمل باللعيبه بتاعتي. من سنه؟ ماتش بكره اول مره. من سنه؟ من سنه. اه طبعا. احمد عيد انا اخر مره شفته يا كابتن عارف امتى؟ كان معايا امتى؟ كان معايا في تونس شهر 11 2017. جالي لسه واحمد عيد النهارده. فيعني كويس يعني، وقت يشتغل وبنتعاون مع انديه، والانديه انا قصدي انا بحاول القصه ان انا المها على كان نفسي يبقى معايا من فتره، بس ما ينفعش النهارده زي ما كان الاهلي بيطلب العربي يا هاني وكنت بودي. صحيح. بيطلب واخد بالك، بيطلب طلب مني السيد طلب وديت، طلع صوته انا متعاون جدا مع الانديه ورحت ولفيت، وان شاء الله كل ده بتعب وربنا يقدرنا في الظروف الصعبه دي في البطوله الصعبه ان نعمل حاجه ان شاء الله. لا ان شاء الله كلنا ثقه يا كابتن، ان احنا عارفين البطوله صعبه والمباريات زي ما انت قلت هتبدا بليبيا وكل ثلاث ايام ماتش مع منتخبات كبيره تونس والمغرب، وبتتكلم على منتخب الجزائر، كلها منتخبات كبيره. واحنا كلنا ثقه فيك وكابتن ربيع، احنا متابعين حضرتك من البدايه والمشاكل والتحديات والازمات اللي حضرتك اشتغلت عليها،
ويحسب لحضرتك والناس والجماهير كلها عارفه كده انت بتحاول ودايما طبيعتك زي ما كنت لعيب يعني ما بين قوسين كده بتتقي ربنا في شغلك كمان على مستوى التدريب. فكل التمنيات ليك يا كابتن ربيع بالنجاح ان شاء الله، وان شاء الله دايما كده يعني موفق وترجع باذن الله منصور باذن الله ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا، نشوفكم على خير باذن الله تعالى. شكرا كابتن ربيع ياسين، كل التوفيق يا كابتن ربيع. شكرا جزيلا ليك.